حول هذا الخبر تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد زميلتنا كلودي أبي حنة. كلودي، ضعينا طبعا في تفاصيل أوفى حول الادعاء، هل حددت أيام الاستجواب أو مكانه أيضا؟ يعني كما ذكرتي حددت أيام الاستجواب الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل على أن ينتقل قاضي صوان إلى السراي الحكومي للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وينتقل الوزراء الآخرون السابقون غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس إلى قصر العدل إلى مكتب القاضي صوان، حيث يخضعون هناك للتحقيق. أود الإشارة إلى أن حسان دياب هو رئيس حكومة تصريف الأعمال في الوقت الراهن، ولكن الوزراء السابقين كانوا في حكومات أخرى وليس في حكومة حسان دياب. وزيران من حركة أمل غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وعلي حسن خليل يخضع أيضا للعقوبات الأمريكية في الفترة الأخيرة، ويوسف فنيانوس من تيار المردة كان وزيرا للأشغال، غازي زعيتر كان وزيرا للأشغال، علي حسن خليل كان وزيرا للمالية. وأيضا أذكر بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال كان قد أدلى بإفادته للقاضي صوان وشرح لماذا عاد عن زيارة كانت مقررة له لأن يقوم بها للمرفأ، عندما وصلته مراسلات بأن هناك مواد خطرة جدا موجودة في المرفأ. وحسب ما أوضح حسان دياب أنه عدل عن هذه الزيارة لأنه تلقى معلومات متناقضة في شأن هذه المواد الخطرة، وطلب آنذاك أن يحصل على تقرير مفصل ونهائي ليقرر الخطوات اللاحقة، ولكن يبدو أن القاضي صوان لم يقتنع بهذه الإفادة ومن أجل ذلك ادعى عليه. وكما ذكرت، الادعاء بجرم الإهمال والتسبب بأذية ووفاة آخرين، إنما ننتظر لمعرفة كامل قرار الادعاء، كامل القرار الظني، لمعرفة إذا ما كان هناك أيضا أشخاص آخرون سوف يتم التحقيق معهم، ولكنه يعتبر تطورا قضائيا مهما بأن يقتنع القاضي المحقق العدلي بأن يوجه الاتهامات لهؤلاء الأشخاص. الآن كلودي، حسب ما فهمنا، هم مدعى عليهم، يعني هم متهمون في هذه القضية، وبالتالي الاستجواب هل سيتم فقط في الأيام اللي ذكرتيها، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ومن ثم يعود الوزراء وعلى رأسهم حسان دياب للتعامل بشكل مريح بأريحية في حياتهم الطبيعية، أم ماذا سيتم إجرائيا من الناحية القانونية طبعا أقصد؟ هذا الأمر يحدده القاضي، يحدد يعني الخطوات اللاحقة بعد التحقيق معهم، إذا ما كان سيخلى سبيلهم أم سيبقون رهن التحقيق. هذا الأمر بالطبع يعني هو رهن الإجراءات القضائية، رهن قناعة القاضي وما يقرره في هذا المجال، ولكنه يعني بالطبع هو سيكون بالنسبة إلينا يعني أمرا يجب متابعته ترصده، لأن اللبنانيين جميعا ينتظرون نتائج التحقيق في تفجير المرفأ، وأيضا معرفة إذا ما كان هذا التفجير نجم فقط عن هذا الإهمال أم أنه نتج عن عمل عدواني خارجي. في أي حال، أريد أن أشير أيضا إلى أن مواد نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت هي موجودة منذ 7 سنوات في المرفأ، لذا بدأت تصدر انتقادات وتعليقات حول يعني أسباب اقتصار الاتهام على هؤلاء الأشخاص فقط، لأن هناك أشخاص آخرين من المفترض أنهم يعرفون بوجود هذه المواد منذ 7 سنوات في مرفأ بيروت، ولكن طبعا يعود للقاضي هو ما يقرره حسب الإفادات التي حصل عليها وحسب قناعته الشخصية. وبالطبع القرار الظني يوضح أكثر مسار الإفادات التي حصل عليها القاضي ولماذا قرر الادعاء على هؤلاء الأشخاص، هؤلاء السياسيين فقط دون غيرهم. إذن الكل يترقب. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات زميلتنا من بيروت كلودي أبي حنة.